السلام عليكم، النهاردة هنعمل محشي ورق عنب بدبس الرمان، كمان معاه شرايح لحمة بطريقتين. مكونات معانا بقدونس وكزبرة وشبت وطماطم وبصل وثوم وفلفل أخضر وكيلو رز. أول حاجة هنعملها إن احنا هنشطف ورق العنب من المواد الحافظة اللي فيه بمية دافية وشوية خل وننقعهم شوية بسيطة. المكونات اللي أنا هقولها دي تكفي كيلو ورق عنب اللي هو برطمانين، بس انتوا طبعا ممكن تعملوا أقل من كده بكتير. قطعت حوالي 6 طماطمات صغيرين، او ممكن تقطعوا 4 متوسط و4 قرون فلفل حرقين وضربتهم في الكبة. معايا 4 بصلات كبار، وهحط 5 او 6 فصوص ثوم وحوالي ربع كوباية زيت زيتون، وهيتفرموا برضو في الكبة. بعدين حطيت معلقتين كبار من الصلصة او معجون الطماطم ومرق الدجاج وحوالي معلقة ونص كبار من الملح، معلقة كبيرة شطة ومعلقة كبيرة من البابريكا ومعلقة كبيرة من السماق ومعلقتين كزبرة ناشفة وكمان معلقة كبيرة من الفلفل الأسود. أحط ربع كوباية من الماء السخنة عشان أدوب المرقة، وهزود نص كوباية من زيت الزيتون، وهحط معلقتين كبار من دبس الرمان. هقطع حزمتين شبت كبار، هحاول اقطع الخضرة انعم حاجة اقدر عليها. هشيل العيدان بتاعت البقدونس واقطع حزمتين كبار برضو، وكمان هقطع حزمتين كبار من الكزبرة. زي ما قلت لكم المكونات دي تكفي كيلو كامل من ورق العنب. لقيت ان الصلصة قليلة شوية فزودت معلقتين صلصة كبار، معلقة كبيرة من النعناع ونص ليمونة، وكمان معلقة ونص من السكر هيديله طعم حلو جدا، ومعلقة من الكمون ومعلقتين كبار من الزبدة السايحة. وبكده يبقى جهزنا كل حاجة ان احنا نحشي. حاولوا تنقوا حلة عميقة. جبت 3 بطاطسات وقطعتهم شرايح علشان دول هيكون البيز، عشان ما احطش المحشي على طول على قعر الحلة ويتلسق. وهحط شرايح طماطم علشان هتطلع طعم حلو جدا لما تغلي، وورقتين او 3 ورقات كده من ورق العنب برضو كده، دي لير. واخر لير معايا جبت شرايح لحمة ورصتها، وحط عليها شوية ملح وشوية فلفل ونقطة زيت زيتون، هتتسوى ويبقى طعمها حلو جدا وهتبقى زي الزبدة. نيجي بقى للحتة التريكي، وان احنا ازاي نلف صباع المحشي. هنحط كمية مناسبة للرز، بعدين هنفردها او نبططها، وبعدين هنطبق من تحت الاول، وبعدين هنطبق الحتة اليمين، وبعدين الشمال. واول لفة هنضغط ضغطة بسيطة كده، هنشد علينا علشان تبقى محكمة، وده اللي هيتحكم في الثيكنس بتاعت الصباع. كل لما قللت الرز وشديته اكتر كل ما الصباع بقى ارفع. اعملوه بالحجم اللي يناسبكم. هعمل كمان واحد واسرعه شويه من تحت، بعدين من اليمين، بعدين من الشمال. واول لفه هضغط عليا شويه، وبعدين لما يجي لي اطراف الشبه دي برضو هطبقها، وهنكمل نفس الريتم بقى لحد لما نخلص الحله بتاعه المحشي. حاولوا ما تعملوش غلطتي، وهاتوا حله عميقه شويه عشان لسه هنزود الميه. حط مرقه دجاج ماجي وعليها معلقه من دبس الرمان وميه سخنه، وقلبها كويس، وهصبها بالتدريج، وهقعد مايل الحله يمين وشمال لحد لما الميه تنزل في القعر. انص الصباع اللي فوق متغطى، اغطيها واحطها على نار عاليه لحد لما تغلي. بعد كده هوطي النار خالص واسيبها على الاقل لمده ساعه ونص لحد ما تتساوى. لما يكون ناقص 10 دقايق والمحشي يخلص، هحط زيت زيتون وعليهم بقيه اللحمه وشويه ملح وزبده وشويه فلفل اسود ورشه توم باودر وورق الروزماري. مش هياخد وقت خالص، وهتلاقوا ان هو بينزل ميته. هرش رشه ملح وفلفل اسود على الوش التاني، وهقطع 3 فصوص ثوم ناعم جدا، واكون حاطه على حراره ميديوم هاي. هقلبه يمين وشمال لحد لما ياخد لون حلو كده يعجبني. هحط نقطه زبده عليهم الاثنين علشان يديلهم طعم حلو. مفيش 5 و10 دقايق وهيكون خلاص. ظبطهم الاثنين يخلصوا في نفس الوقت. هجيب طبق عميق عشان المحشي، بعد كده هعمله الهبه وهقلبه في الطبق. هخبط عليه كده كام تخبيط عشان ينزل. اسحب الحلة بالراحة، وخلي بالكم لا تتلسعوا. المحشي مستوي حلو جدا، ومفيش ولا واحدة منهم لزقت في القعر. حوالي توتل على النار من ساعة ونص مثلا لساعتين بالكتير، وهيكون مستوي، واللحمة كمان مستوي وهتكون طرية جدا وزي الزبدة وبتتقطع بسهولة. المحشي من الوصفات التقليدية اللي طعمها جميل جدا وما بنشبعش منها. جربوها بالطريقة دي مع اللحمة، هتلاقوا طعمها مختلف تماما، وحتى كمان البطاطس كان طعمها حلو جدا، ما كنتش ناوي ان انا اكلها. كان طعمها مسكر على مملح على سبايسي من دبس الرمان والشطه. جربوا الطريقه وان شاء الله تعجبكم، واعملوا لي لايك وفولو وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.